مكفول لمكتب انا دارت الواقعه زين. اتحمل مسؤوليتها وتظهر سفاهه هذا النظام السياسي زين. وقذارته وسوءه وانحطاطه وفساده. فاذا الناس تقول بس سقط النظام السياسي خلي يحمدون ربهم، لا تصير المظاهرات بعدين يقولون الا سحل الا سحل، بعدهم دا يقولون تغيير وما ادري سلميه مفوضيه والى اخره. تتوقع تصير سحل؟ دا يقولون شباب سلميه. تتوقع القضيه توصل لهذا؟ اعتقد الارجاء عسى ما اعرف بعدين شو يصير، بس هؤلاء الشباب الحقيقيين اعتقد هم ضد العنف، ولكن اعتقد الارجنتين وبعض الميليشيات دخلت عناصر ودخلت عناصر الى ساحه التحرير والى الساحات في البصره والناصريه لارتكاب جرائم لتشويه المسار الحقيقي لهذه التظاهرات على عجاله.